السلام عليكم. هذا عندنا استبيان سوته الأخت الباحثة عائشة المعوشرجي بالنسبة للي يستخدمون علاج في تي تريتمنت. هنا في الخانة الأولى طبعا الوقت اللي نسوي الاستبيان أو كاتبة تاريخ والوقت، بعدين عندنا العمر، الأغلبية يعني تقريبا من 30 ل 40 سنة من اللي كتبوا الاستبيان أو جاوبوا عليه. عندنا ذكر وأنثى، ما أدري شنو الأغلبية أكثر، يعني ما سويت أنا الصراحة الشارت أو البار تشارت، راح تشتغل على الاستبيان تعطينا النتائج بعدين. وهذا بحثها الخاص فيها، يعني هي اللي قالت بسوي البحث هذا ونزلت الاستبيان في جروب التليجرام اللي فيه مستخدمين العلاج. هو جروب مفتوح للكل، الكل يقدر يشارك والكل يقدر يستفسر أو اللي يجرب العلاج ويعطينا رأيه يعني ويتكلم في الجروب. طبعا هنا عندنا السؤال: متى أصابك تغير لون الجلد؟ اللي كاتب من 10 ل 19 سنة، اللي فوق 20 سنة، 10 ل 19 سنة قبل 5 سنوات، البعض حاط فوق 20 سنة قبل 5 سنوات، 10 ل 19 سنة فوق 20 سنة. نوع البهاق، الكولوم اللي بعده، في سيجمنتال، فولجاريس، فوكال، فولجاريس، فوكال مرة ثانية، سيجمنتال، فوكال، أكروفيشل، فولجاريس، أطراف، بعضهم كاتب بالعربي سيجمنتال فولجاريس، يعني الأغلبية فولجاريس اللي هو المنتشر في أنحاء الجسم. كم هي نسبة البهاق اللي من يستخدمون العلاج؟ 10%، بعضهم 40-50% عندهم بهاق، 20-30% عندهم بهاق، 10-10%، هني 20-30%، بعدين عندنا 10% حالتين، بعدين كم حالة؟ 20-30%، بعدين عندنا مجموعة 10%، عندنا 20-30%، 60-80% ننصحهم عادة في التوحيد، بس بعضهم يستخدم العلاج. مجموعة من 10% أو 20-30%، عندنا مجموعة 40-50%، عندنا 50-60%، مجموعة أيضا من 20-30-10%، أجين مرة ثانية 40-50%، 50-60%، 40-50%، هني مجموعة وايد يعني فيها حول 30-50%، بعدين يردون مرة ثانية 10%، 20%، 30%. علاجات اللي استخدموها من قبل، كثير منهم استخدم مجموعة كبيرة من العلاجات، جميع ما سبق، علاجات موضعية، جميع ما سبق. هل كانت العلاجات السابقة لها آثار سلبية أو نفسية؟ اللي يقول نعم، اللي يقول لا. هذه عاد الإحصائيات عند الأخت عائشة، هي تسوي بعدين بار تشارت، مهم نشوفه. آثار نفسية كلنا عارفينه، في ناس لم يحس بشيء وفي ناس تتأثر. آثار جسدية خلال رحلة العلاج اللي هو العلاجات السابقة. هني سؤال عن يعني كيف تقيم معرفتك في البهاق والناس اللي حوالينك؟ مو مهم عندنا هذا الأسئلة بالوقت الحالي بالنسبة لحالتنا عنا، بس يمكن هي كباحثة يهمها هذا الشيء. اللي متعايش، اللي يقول مو متعايش، كيف عرفت البي تي تريتمنت؟ الأغلبية أتوقع يقولون خلال التواصل الاجتماعي، بس في هم مجموعة كاتبة يعني من خلال تجربة شخص ما. الأغلبية من الانستغرام. يعني متى استخدمت العلاج؟ قبل شهر، 6 أشهر، 5 شهور، شهر، اللي حاط التاريخ، لم أستخدمه بعد، أستاش الاستبيان، أسبوع، شهر، اللي حاط تواريخ، أسبوعين، أسبوعين، وبعضهم كاتبين اللي هم أشهر، سنة، ما شاء الله، والله صامل هذا أكيد يقطع، اللي حاط تواريخ واللي حاط الأشهر واللي حاط. طريقة الاستعمال هني يبين إذا الناس تعرف شلون تستخدمه ولا لا، هني يعرف إذا الناس يلتزمون مدة معينة ولا لا. شوفوا تشوف معلوماتهم يعني بالنسبة للعلاج،
متى رأيت أول نتيجة بعد استعمالك العلاج؟ أول أسبوع، ثاني أسبوع، أول أسبوع، إلى الآن لا يوجد. أول أسبوع استجابة بطيئة، أكثر من شهر لم أرى نتائج، أكثر من شهر، أكثر من شهر، أول أسبوع، ثاني أسبوع، ثاني أسبوع، أكثر من شهر، أول أسبوع، أكثر من شهر، ثالث أسبوع لم أستخدم الدواء، هذا مرينا عليه، أكثر من شهر، أكثر من شهر، ثالث أسبوع، ثالث أسبوع، أكثر من شهر، رابع أسبوع، لا زلت أكثر من شهر، ثاني أسبوع، أكثر من شهر، رابع أسبوع، إلى الآن لا نتيجة، أول أسبوع، ثالث أسبوع، 5 شهور، ثاني أسبوع، دعاية طلعت لنا، ثاني أسبوع، ثاني رابع أسبوع، ثاني بعضهم في الأسابيع الأولى أو الأغلبية في الأسابيع الأولى. يبين معهم هل لا زلت تستخدم؟ هذا ما يهمنا السؤال، اللي يبي يستخدم يستخدم، اللي يبي يوقف يوقف. ما الذي دعاك لاستعمال العلاج؟ فعاليته، صور، تجارب الناس، ما هو شعورك عند استعمال هذا؟ الأغلبية طبعا بيقول لنا متفائل ومتشجع، هذه هي أجوبتهم، حماس اللي يقول لا شيء، بعض يقول اطمئنان، ملل، صح والله ممل، أنا أقول إنه ممل، في البعض كاتب أمل وشعور إيجابي. كيف تقيم العلاج؟ هذا طبعا مهم السؤال هذا، شوف هني إجابة الناس، ممتاز، ناجح، إلى الآن غير ناجحة، شوف هذا كم استخدمه، قبل شهر مستخدمه، ناجح، إن شاء الله، لا أعرف، إن شاء الله، نعم، إلى أن أجرب وأرى النتائج، هذا ما استخدمه الله الحين، 60%، نعم، ديت مانث مانث، هذا الظاهر مو مجاوب، نوعا ما زلت أستخدمه، ما زلت تحت العلاج، لا أعرف، لم أستخدمه بعد. أفضل علاج ممكن للبهاق بإذن الله، 60%، ممتاز جدا وناجح تقريبا، ممكن في فئة استجابوا للعلاج، نعم وجدا، أنتظر تجربتي، ناجح، انطم، لا أعلم أن بهاق لم يشفى تماما، داي مانث مانث، هذا مو مجاوب، نعم ناجح جدا جدا ناجح 100%، في أمر الله، نعم ناجح، ولكن دائم لا أعلم إذا تم تطويره أكثر لإيقاف الانتشار، لأن العلاج لا يوقف الانتشار، فالانتشار أعظم، هذا بالنسبة حق الحالة، نشوف المفروض يعني التحاليل تبين إذا في مشكلة داخلية، بعض اللي فيهم هاشيموتو دائما انتشار فيهم دائم أو غدد، إذا أسباب بعضها نعرفها بعضها ما نعرفها، إحنا نحاول نشوف تحاليل حسب المدة، الأغلبية يقولون إن العلاج ناجح حسب تجربتهم، الحمد لله هذا شيء زين، علاج ممتاز، حاليا أتوقع من أفضل علاج موجود، أكثر علاج مضمون، ماذا معطي 10؟ ما أدري 10 من 10 ولا 10%، أظن إن أفضل علاج متوفر، إن شاء الله يكون 100%، لا أعلم. أرى أنه العلاج الوحيد اللي نجح، ناجح بإذن الله، نعم ناجح وغير مضر إلى الآن، ناجح 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 من 6 إلى 10، يقول 60% يعني، ناجح جدا ناجح، ودائما أنصح فيه، علاج فعال وناجح 70%، يعتبر أفضل العلاجات، سعيدة جدا بالعلاج الجديد، جاب نتيجة معي، جميع العلاج السابقة لم تفدني. لا أعلم، أنا مبتدئ، نعم ناجح، نعم، لأني شفت نتائج من أسبوعين، لأني ما حسيت بتغيير، في كثر صار لهم دقيقتين من أسبوع، يبقى أسبوع ما يبين لي، علاج ناجح، استعمال خارجي ناجح جدا وله آثار إيجابية، الحمد لله، فيعني نتائج الاستبيان بشكل عام ممتازة، نتائج زينة، الحمد لله.